يا غالي. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم لحفه شو على اذاعه الشرق الاوسط. معانا النهارده اهداءات كتير قوي قوي. اول اهداء معانا هو من معتز لياسمين، وكمان ببعت بوسه كبيره قوي لليلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنقول لكم متشكرين على حسن متابعتكم، ونشوفكم تاني في نفس الميعاد بكره في لهف شو اذاعه الشرق الاوسط. أنت عبرت من إذاعة راديو. علوة تعالى يا حبيبي قلبي، تعالى اتفضل بقى هنا. معانا النهاردة طفل جميل هنستضيفه في عيد الطفولة، وهنسأله اسمك ايه حبيبي؟ حمادة. قولي بقى يا حمادة، الطفولة بتمثلك ايه؟ مفيش حاجة بتمثلها لي. ايه طيب، قولي بقى يا حمادة، ايه أحلى مادة بتحبها في المدرسة؟ ما بروحش المدرسة أصلاً عشان أحب مواد. لا أكيد في مادة معينة أنت بتحبها. يا ستي بكرهه كله. اطلع برا بقى. لا اطلع برا خلاص. بابا من فضلك خد علوة عشان فصلني. يا ستي روحي كده. مش ممكن، مفيش أي حد بيديني أي هلب في العيلة دي. اكتب عندك. اديني بكتب. عايزين ترابيزة مطبخ كبيرة قوي. ترابيزة؟ وكمان محتاجين حوالي 30-40 إزازة مياه غازية ساقعة. ماشي، مياه غازية. عشان هيجينا زباين طبعا، ومحتاجين كمان إعلان كبير ينزل من البلكونة نكتب عليه اسم الشركة وحاجات تنور بالنيوم. يافطة نيوم؟ أكتب كده يعني؟ نيوم. إيه تاني؟ ثانية. أوه؟ مين؟ أهلا. والله العظيم بجد؟ تحت أمرك طبعا. شيء يسعدني. اديني بس العنوان بتاع الاستوديو النهاردة الساعة 9. اوكي عيني. حاضر. ايه ده؟ مين دي حلوان؟ واحدة طلبتني دلوقتي، عايزيني يا ستي النهاردة. قال يعني انا عايزيني النهاردة عشان برنامج بتاع الاستاذ عمرو الليسي. انت بتقول عمرو الليسي؟ مش ده بتاع المأساويات والعشوائيات؟ يا لهوي، انت جاي تشحت علينا يا حلواني؟ اشحت عليكم ايه؟ وانت عندي اشحت عليكم حاجة؟ انا طالع طالب بحق الناس اللي حقهم مهضوم. قصدك الكمبارسات بتوعك؟ قصدك الممثلين القديرين المنسيين. تخيلي بقى النهاردة انا هطلع بإذن الله في التلفزيون مع الأستاذ عمرو 3 ساعات. يا استاذ، بونجور يا استاذ. ازيك عامل ايه؟ ازيك، انا لهفة، مش فاكرني؟ فاكر. اللي عملت كاستنج على النشرة الفنية. تمام. هم ما كلموكيش؟ لا، هو الحقيقة محدش كلمني، بس انا بحب دايما اجي قبل ميعادي لان انا الالتزام في طبيعي. تمام، ربنا يوفقك. ميرسي، ربنا يخليك. هي الاوضه بتاعتي اللي انا هقعد فيها فين؟ ولو بعد اذنك محتاجه حد بس يفهمني لو انا هسال الضيوف اسئله محرجه ولا هبقى لذوذه معاهم، يعني هعمل ايه بالظبط؟ معلش يا لهفة، بس انت مش هتعملي حاجه. لا مفيش مشكله، لسه في وقت، يعني ممكن مثلا اذاكر. انا صدقني انا ذكيه جدا. معلش يا لهفة، بس انت مش هتصوري. هصور بكره؟ لا، هو المخرج جاب خطيبته هي اللي تقدم البرنامج. خطيبته؟ معلش يا لهفة، والله انا قلت لهم يكلموكي كذا مره علشان ما تدبيش المشوار على الفاضي، بس الظاهر ان هم نسيوا. لا ولا يهمك، انت مش ذنبك حاجه. معلش، تتعوض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ممكن اشوف شغلك؟ اتفضل، ربنا يوفقك. يا رب البرنامج يفشل، ولو اتذاع يتذاع 3 الصبح عشان ما حدش يشوفه، ويا رب المخرج ده يفسخ خطبته وما يلاقيش ولا واحده يتجوزها كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. عارف مين حضرتك؟
استاذ عمرو الليثي. ايوه اهلا وسهلا فندم. انا فندم الحلواني. لا يا فندم، المطبخ بتاع الحياه الاستوديو اللي قدامنا. حتى انا فندم اسمي الحلواني. نقيب الكومبارس. فكره الكومبارس. اهلا بيك. طب اتفضل يا فندم، اتفضل. احنا دقيقه على الهواء، اتفضل حضرتك. نقيب الكومبارس. ايوه فندم. 5 4 3 2 1 هوا. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. احنا دايما في بوضوح لسان حال جميع المصريين. من ساعات قليله خرجت مظاهره كبيره قدام وزاره الثقافه قام بيها مجموعه من الكومبارس. خرج المتظاهرين بيقولوا يسقط حكم المنتج. خرجوا يقولوا الليله الكومبارس هم الليله. النهارده احنا عاملين هذه الفقره مع أستاذ حلواني. أيوة. أحد المتظاهرين في هذه التظاهرة. سيادتك قلت لي نقيب الكومبارس. الكاميرا اللي بتصورني فين؟ دي ولا دي؟ ليه يا فندم؟ عشان أبقى عارف أنا فين. لا أنت باين، بس الكاميرا بتاعت سيادتك هي اللي في وشك. زي الكاميرا فندم؟ شكرا فندم. أبدأ؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إحنا النهاردة يا أستاذ حلواني هتخطب سيادتك. بص لي انا حضرتك وقول لي مشكلتك ايه، عملت المظاهره ليه؟ ما انا مع سعادتك. لا 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 حضرتك بص لي انا، مش للكاميرا، بص لي انا. حضرتك بصيت لك انه هو وبعدين حضرتك خش في الموضوع من فضلك. احنا يعني الفقره ليها مده زمنيه يا فندم. 45 سنه كومبارس، من حقنا احنا نمثل افلام؟ ما بنمثلش، بنقف ورا الابطال نعمل كده ونعمل كده. انا تقدمت بقصه عظيمه للوزاره ان الوزاره تساهم معانا. بس عفوا يعني يا استاذ حلواني، ما تهيأليش شفت حضرتك قبل كده. ممكن تقولي ولو فيلم واحد انت اشتغلت فيه حتى كومبارس؟ ما اذكرش افلام يعني. ساعتك فاكر فيلم الزهايمر بتاع الفنان عظيم عادل امام؟ طبعا فاكره كويس يا فندم. فاكره؟ طبعا. انا مش فاكره يا فندم. مش فاكره. لان جاني زهايمر. اجلك زهايمر. واحنا شكلنا هيجينا احنا كمان زهايمر يا فندم. احنا خرجنا بره الموضوع خالص، وواضح ان احنا لازم نرجع تاني الموضوع. معانا مكالمه تليفونيه. معانا مين؟ معانا احد المشاركين في التظاهره اللي كانت موجوده امام وزاره الثقافه، مظاهره الكومبارس. معانا مين يا فندم؟ مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير، اهلا بيك. مين؟ انا رجب يا فندم. استاذ رجب اهلا بيك يا فندم. سيادتك كنت مشارك في المظاهره اللي كانت خاصه بالكومبارس يا فندم، هل في مطالب زياده بتحب تضيفها على الكلام اللي قاله الاستاذ حلواني؟ ايوه يا فندم. تعرف؟ انا بس متصل عشان اوضح للمشاهدين حقيقه الشخص اللي قدامهم ده. شخص ايه يا فندم؟ الاستاذ اللي عامل اللي بيتكلم باسم الفنانين القادرين ده سارق فكره فيلم يا فندم، وبيطالب بمطالب شخصيه. لا 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 لا، ارجوك من فضلك لو سمحت، الخلافات الشخصيه دي خارج اطار هذا البرنامج. انا ما اعرفوش يا فندم. ما انت لسه بتقول انه صاحبك. لا 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 لا, لا. ابوه كان صاحبي، انما ده بيبيع كفته قدام محل كلاب. استاذ رجب اسمح لي، عفوا انا مضطر ان انا انهي الاتصال. استاذ حلواني انا اسف، انا هضطر اطلع فاصل. لا انا ما كملتش كلام، تطلع. معلش لا هطلع فاصل. محدش هيطلع فاصل. هطلع فاصل. لا طبعا ما ينفعش انا قاعد في فاصل. اقعد زي ما انت عايز، فاصل وانا اعود. ليه يا اخي ليه؟ اتاخرت ليه؟ معلش المنبه ما ضربش. وانا اتاخرت كتير؟ كتير؟ طبعا اتاخرت كتير، وسال عليك المدير، سال عليك كذا مره. يا دي النيل. ربنا يستر بقى. بقول لك ايه؟ جاي وراك. انت يالا، انت ما بتحرمش. انت على طول تتاخر، مش قلت لك 100 مره ما تتاخرش؟ انا اسف يا فندم. اسف يا فندم، ده اللي انت فالح فيه. يا ابني يا حبيبي، كان في حفله دلوقتي والناس عايزه تخش، وانا اللي دخلتهم بنفسي. تخيل مدير السيما هو اللي بيدخل الناس. ربنا يخليك لينا يا فندم. طب تستظرف ادو ولا ايه؟ الظرف اللي في كده حضرتك. لا ده ظرف يا حبيبي. طب انا ظريف. حاضر. تعال بص. ابتدى يا ابني يا حبيبي، انا بحبك والله، بحبك، انت ولد كويس، بس عايز تتظبط شويه. عارف هذا مرتضى، انت لو ظبطت نفسك اضمن لك تبقى بعد 10 سنين مدير السيما دي. مش كتير 10 سنين دول؟ مش كتير؟ اه. يلا شوف شغلك. نسيت اقول لك، مخصوم منك 5 ايام، ايه رايك؟ حضرتك برضه بتاخد رايي؟ ايوه. حلو، 5 ايام. حلو. يلا شوف شغلك. مش اتفضل على مكتبك، اتفضل. وبعدين انا اسف عفوا يعني، وده منظر نقيب كومبارس؟ حد يجي برضه للاستوديو لابس بيجامه يا استاذ حلواني؟ بيجامه ايه يا سعاده البيت؟ دي بيجامه يا استاذ. دي متفصله مخصوص للبرنامج عشان سعادتك. على اي حال يا استاذ عمرو،
أنا سعيد بمقابلة سعادتك إنما محبط. لا خلاص محبط لأن أنا عارف يا سعادتك حلواني أنا مش عايزك تحبط، لكن لازم تكون فاهم إن الخلافات الشخصية بره إطار البرامج. وسعادتك بترجع للناس حقوقها أنا عارف، برضو خلينا في دماغك يا سعادة البيت. حاضر اتفضل ارتاح عشان نرجع للهوا. خلاص يلا هترجع للهوا؟ آه نرجع. 5 4 3 2 1 هوا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في بوضوح بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. وزي ما قلت قبل الفاصل إحنا مهتمين جدا بقضية الكومبارس. سعادتك ربنا يخلي لك ولادك تتصل لنا بالسيد الوزير يدينا منحة عشان نعمل الفيلم إن شاء الله 2-3 جنيه. أنت عارف اللي مصبرني عليك إيه يا أستاذ حلواني، وأنا آسف إن أقولك الكلام ده، ما تزعلش مني. لا يا فندم إنك أنت بس بتفكرني بفنان أنا بحبه وبحترمه والله اللي هو الأستاذ سمير غانم. تشبه له شوية بس مش قوي يعني. سمير غانم؟ آه أنا أسمع عنه، ولد ما شاء الله ده تاريخ. كان كومبارس عندي. سمير غانم اشتغل معاك كومبارس؟ ربنا إداله يا سيدي. شرفتنا يا أستاذ حلواني. سيادتك عارف الباب منين؟ وانا طالع مش في ظرف. هتلاقي في ظرف يا فندم. شكر يا سعادة البي، شكر جدا، شرفتنا شرفتنا. فاصل ونعود. ان شاء الله مع السلامة. نورت نورت. ما تجيش تاني يا استاذ حلواني. لا الا هجيب الظرف. اخده من مين؟ من برا على الشمال للامن. واحد برا تخين كده واقف على الشمال. الشمال ده بتاع الظرف.